بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم جميعا، يشرفني هذا اليوم أن تكونوا معي جميعا، فمرحبا بكم جميعا، جميع النساء بصفتهم وبمقامهم. أرحب بالضيوف الكرام الذين تحملوا عباء السفر وجاءوا ليشاركونا هذا الحفل البهيج. شكرا للنساء الذين أتوا من مدينة الرباط ومن مدينة فاس ومن مدينة وجدة ومن مدينة سلا ومن مدينة سيدي قاسم ومن مدينة خنيفرة ومن مدينة الدار البيضاء ومن مدينة القنيطرة. ومرحبا بكم جميعا. من الخارج من الخارج. مرحبا بالمهاجرين. جالية جالية جالية. مرحبا بالجالية المغربية أينما كانت. أولا وقبل كل شيء أشكر كل من دعمني وشاركني في هذا الحفل، وأخص بالذكر جميع النساء من جميع القطاعات. أشكر كذلك الأخت بشرى العميل التي صادفتنا في هذه القاعة العتيقة في مدينة مكناس، فشكرا لها جزيلا. وكذلك خطر بشرى سعيدة تفضلي شوفوك الناس، تفضلي الأخت سعيدة هي وزوجها ممول الحفلات سحنات. فشكرا لهم جميعا على تعبهم معي. شكرا كذلك للمعلمة المكناسية حسنة والمجموعة ديالها، وكذلك المقدم عبد الصمد وأخوه عبد المغيث عيسى بمدينة مكناس. فشكرا لكم جميعا، والله الكلمة كلهم تقدوا لمن تشتاق الناس كاملين، وهاد الأخوات كاملين كيشرفوني وكيعمدوني وكيبوسوني وكيحتفلوا معايا بهذا اليوم، فشكرا لكم جميعا. والآن فلتتفضل السيدة زينب محافظ رئيسة جمعية نساء الوظيفة العمومية، فلتتفضل مشكورة. السلام عليكم، تحية طيبة للجميع. شكرا للأخت فوزية. في البداية أود أن أشكر السيدة فوزية على تنظيم هذا الحفل، وكنشكر أيضا الأخوات اللي راهم معنا على الحضور ديالهم. عندي واحد التدخل صغير اللي من خلاله غنعاود نجدد الشكر للسيدة فوزية اللي كانت دائما معنا من خلال واحد في اطار اخر كنا كنتعاملوا معها لازيد من 4 سنين، وكانت بينات على الكفاءه ديالها، وهي غنيه عن التعريف. السيده فوزية هي فاعله جمعويه معروفه، كانت بالجد ديالها والمثابره
بهذه الكفاءة ديالها حنا كنشكروها بزاف، ولهذا حنا اليوم كنرحبوا بها داخل جمعية نساء الوظيفة العمومية على الصعيد الوطني. فمرحبا بك معنا، هذا شرف كبير ان الاخت فوزية تنضم لينا الجمعية. ما غاديش تكون على مشرفة او ملصقة معنا او ممثلة على صعيد مدينة كناز او فاس فقط او النواحي، بل هي غتكون معنا على صعيد عدة مدن داخل المملكة المغربية. مرحبا بك سيدة فوزية. شكرا. شكرا لك الاخت زينب محافظ، شكرا لك، هذا تشريف لي. اطلب من الله العلي الكريم ان يوفقني لما فيه الخير للجميع، وشكرا لكم جميعا. كنا كننتظروا جهه فاس الكناس، اعطونا المغرب كامل. شكرا لكم جميعا، شكرا. هذا شرف مدينة كناس، هذا شرف مدينة كناس، وهذا تكريم كنهديه لمدينة كناس. عشقوا العيال الله يخليكم، عشقوا البنات.